هذيك الام ديالو الام ديالو نشوفو معاه حسن مراته هذيك ما كاين كاينه غير الزوجه ديالو ولدو حيت ما جايين من بعيد يعني هما ما كيسكنوش هنا جاو غير على قبل العمليه خصها هي تهضر بالحقيقه هي نعيطوا ليها اختي هي انا نعيطوا شريفه مجزوره باش 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 نشوف هذا الشبه هي خلينا غين حيدر مشاهدين قناه شوف تيفي مرحبا بكم في هذا البث المباشر من امام مصحة جا السيد دار واحد العمليه باش يحيد واحد الكيس فوق الكبده ديالو استقصيد ميت هذه العمليه حيت الناس كيف كيقولوا بانه دغيا دازت العمليه دغيا جا دغيا دخلوه داروا له العمليه العائله ديالو كتطالب بالتشريح الطبي باش يتعرفوا بسبب الوفاه شنو هو شوفوا لا لا هي حيت انا دابا في المباشر لا طالق المباشر انا خاص شي حد يشرح لنا الحاله ديالو شنو وقع ما عرفتش اش غادي نقول لك والله ما عرفتش اش غادي نقول لك شنو وقع شنو وقع حنا كنامنوا بواحد المساله ان الموت حق كنامنوا الموت علينا حق ولكن نتوما بغيتو تعرفوا شنو السبب حنا السيد جا عندنا بحاله جيده في صحه فقط عنده يعني قلتي لي 3 سنين هو في هذا الكيس هذا ما كانش مؤثر ليه على حياته وهذا تفاقم ليه شويه وديفلوب هذاك الكيس ولكن يعني جيتو هنايا على قبل عمليه مستعجله الحاله مستعجله باش غنصور غنحاول خالد غير لانه داروا المباشر قال لك حنا في المباشر دابا كملي لي صافي انا غنحاول نعرف نتوما اللي عيطتوا بغيتوا تهضروا على الوضع ديالكم ماشي ماشي ولكن انا غادي انا تكلفت على اساس وسيطه ان العائله ديالو غادي تتكلم بون هذه هي الوضعيه اللي كاينه السيد دخلنا حيت نتوما اللي عيطتوا لنا باش تهضروا على الوضع ديالو بانه كان في صحه جيده كيف كتقولوا واخا عنده ذاك الكيس هذاك فوق الكبده وي المهم اللي دخلنا مع الثلاثه يعني اورجون هبطوا للبلوك حنا ما كاينش قلت لي ميريزو كنتو غديو الميريزو ولكن كان موعد طويل صافي واخا امي واخا عطاونا رونديفو ما عطاوناش سيرو خذوا رونديفو يعني عطاونا سيرو تاخذوا رونديفو غنبقاو معطلين حنا جبناه وانتوما فاش درتوا العمليه درنا مع الثلاثه مع الاربعه هبطوا البلوك بلا ما خبرناش حنايا حنا ما خبرناش بانه غادي يهبط البلوك مشاو انا ما كنتش معاهم انا كان معاهم الاخ ديالي وولدو بون رجعوا مع ربعه ونص غادي يشوفوا السيد لقاوه حطينو البلوك كنتسناو غيطلع قال لك راه كلشي داز مورا العمليه شنو قالوا لكم؟ ما شفنا حتى قالوا لي الله يرحمه السيد الله يرحمه مات في وسط العمليه ما شفتش ما عرفناش حنا واش وسط العمليه ولا مور العمليه ما عطاونا لا تقرير لا حتى شي حاجه ما سينينا حتى شي نتوما اليوم باش كطالبوا النداء ديالكم؟ حنا دابا يا عيطنا على الشرطه وداك الشيء باش نشوفوا واش كاين شي خطا طبي ولا ما كاينش خطا طبي الا كان خطا طبي الناس خصهم يتحاسبوا خاصه نتابعوا هذه المساله هذه فقط لان الملك ديالنا الله ينصره تيقول لنا خصنا نربطوا المسؤولين بالمحاسب فقط خاص هاد الناس مسؤولين يعني انتوما بغيتوا غير الحكم وتعرفوا هاد السيد شنو مات فقط ونعرفوا شنو سبب الوفاه راه الموت واحد والاسباب متعدده بغينا نعرفوا سبب الوفاه كطالبوا بتشريح طبي غنشوف عائلته شنو كيقولوا انا ما عنديش حتى شي حق باش نقول غنشوف عائلته شنو باغي يديروا بركه فراتكم لا لا والله يرحمه ماشي معك بشر مشاهدين قناه شوف تيفي كنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء